7500 ألف دولار هو المبلغ الذي دفعته حاجة عراقية للص مقابل أن تقتني منه أحجارا قيل أنها كريمة، قيل أنها أحجار ثمينة كانت بحوزته، مدعيا أنها هي أحجار نادرة باهظة الثمن. لكن السيدة وعلى بساطتها وفطرتها وعفويتها اقتنعت بكلامه ولم تدرك أنها وقعت فريسة ضحية سهلة لعملية نصب واحتيال، وما يقوم به الشاب الغريب هو مجرد خدعة لا أكثر. أعطاها الأحجار الكريمة، من المفترض أن تكون كريمة، ثم لاذ بالفرار بعد أن أخذ المبلغ طبعا. مضت 4 سنوات ولم تترك أم سيف بابا إلا وقد طرقته من أجل أن تسترجع حقها، مبلغها الذي دفعته لذلك اللص المحتال، بعد أن اكتشفت بوقت متأخر جدا أنها قد تعرضت لعملية نصب واحتيال، حتى وصل بها الأمر أن تفترش الطرقات لتناشد السلطة من أجل مساعدتها واسترجاع أموالها من ذلك اللص أو المخادع. وبعد طول انتظار وأخيرا جيء لها بالخبر المفرح والمفاجئ، قيادة شرطة بغداد وعلى رأسهم القائد واللواء الركن ماجد الموسوي بشروها بالقبض على الفاعل وسينال جزاءه العادل وفقا للقانون. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا، ممنون ممنون ممنون، شكرا أم سيف. تعالي جاي، تعالي 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 تعالي، قواك الله، اهلا وسهلا على راسي. ها شنو تشكلي ام ابوي؟ طلع حقي بسلامة القائد يطول عمره إن شاء الله، يحفظ ولياداته، خلي سند وظخر القائد العادل الإنسان النزيه الشريف الطيب. الأربع سنين أم الزمرد، أربع سنين حقي ما طلع، أروح ما خليت يمه فدوة، أروح بتوسط وقعدت النوب بساحة التحرير بالشمس، حطيت اللافتة وقعدت مناشدة، ما صارت إشارة بس ما خافون من الله المتنمرين اللي علقون هيش الحجة يوضعون بحالي. إيمو أنت ما تعرفين في قضية هذا الزمرد؟ لا شو ما عرفني، هسه هو طلع زمرد، هسه بالاعتراف هو بش قايل؟ قايل لا هو هو حجر، هو حجر من الناصرية جابوا شيء لعشان تطيني اياه، شلون تقول لي هذا زمرد؟ شلون تاخذ 75 ورقة؟ تمام الله ما تخاف. ذكرت قصة سيدة انت تابعتها يومية تدز رسالة لمدير قسم ضابط. اي والله الى البارحة الحمد لله والشكر، القوى القبض علي يعني البارحة بوقت متأخر من الليل تمكنوا من القاء القبض، كان كل هاي الفترة هو يعني متوارع عن الأنظار ويعني يهرب من مكان إلى آخر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ولد وجهود شرطة الأعظمية مدير القسم وضابط مركز شرطة صليح تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وتم عرض اليوم على السادة القضاء واعترف ابتدائيا وقضائيا، وإن شاء الله الحجية أم سيف تأخذ حقها إن شاء الله. إن شاء الله سيد القائد، أنا أريد سالم وطيب ويطول، ما قصر، شريد من عنده، شريد من عنده، أريده بس سالم وحفظه إن شاء الله، ويخلي ظفر هذا قرآن، هذا قرآن صورة الرحمن. هي صايمة اليوم. الله يتقبل إن شاء الله. شوال عاد الدنيا خلصانة يمه، هذا قرآن هذا يحفظكم ويشفيكم شر البلاء ويستر عليكم وعلى ولياتكم وعلى فاطمة الزهراء. أعظم هدية، أيوة. أعظم هدية، أمي وأبوي يحفظكم يشفيكم شر البلاء. حتى نوضح للناس للرأي العام، أنت سيدة يعني من أهل الله، قلت الحمد لي قلت الله يدري الله وطيبة يدري. والسيد القائد تعاطف وياك، وهذا شخص يعني يعني نصب عليك صحيح؟ أي والله يا أبا نصب، والله نصب علي. تمام هسه إن شاء الله حقك يرجع. إذن أخذ منها 7500 دولار مقابل يعطيها أحجار كريمة، فرحة لا توصف بالهلاهل والهوسات والشكليات استقبلت تلك المرأة قائد شرطة بغداد لحظة زيارتها له في مكتبه، معبرة عن مدى سعادتها وفرحتها بالقبض على ذلك المحتال الذي أوهمها بأنه أعطاها أحجار زمرد الأعلى قيمة وأجرا من بين الأحجار الكريمة الأخرى، لكن في الواقع لم تكن إلا مجموعة من الأحجار العادية التي لا تعني شيئا.
جهود مباركة واستثنائية لشرطة بغداد، والتي جابت أنحاء العاصمة للبحث على ذلك المدان حتى أوقعته في شباكها، وأوعدوا المرأة بأن نقودها ستعود لها. موقف وحادث أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات، اخترنا لكم نماذجا منها. نبدأ مع تعليق لساهرة العبدلي. تقول ساهرة في تعليقها: خطية شلون مقرودة، شلون ينصب عليك بهيك مبلغ زين أولادك أحفادك؟ معقولة؟ يعني حجياتنا بيهن الخير والبركة، بس غشيمتهن توديهم ألف داهية، يعني أنت والزمرد شنو؟ المهم الحمد لله على السلامة، ويكون تصير هالتجربة معاك عبرة. تعليق من الكوبيسي مصطفى يقول: ما ضاع حق وراءه مطالب، صدق كذب، وين عقلك شان؟ ما وجعش قلبش من دفعتي الـ75 ورقة؟ شان رحتي حجيتي بيها، اشتريتي سيارة لابنش؟ الله يعقل هالنسوان، يعني صدق يوقعون أو يوقعون بمصايب هم في غنى عنها. تعليق آخر ومداخلة من حسين الموسوي: اللواء ماجد السيد فالح، أنت إنسان رائع بمعنى الكلمة وشخصية عظيمة، ربنا يحفظك شرطتنا ويحميهم، ودمتم لخدمة الناس المظلومين. المهم هسه الفلوس ترجع وما تروح، باوعوا الفقر والضيم، شو مسوي الناس؟ حتى الحجر قاموا ينصبون بأيبا، وين صايرة دايرة؟